هاربون من العطش في رحلة إلى أقرب نقطة توفر لهم المياه. لكن من يصدق أن هذه المشاهد في محافظة تقع على ضفاف البحر الأحمر؟ ومع شهر رمضان تتزايد حاجة المواطنين في مديريات الحديدة إلى المياه، وهي المديريات التي تشهد صيفاً قائضاً عالي الرطوبة، حيث يحاول سكان ما يزيد عن 10 قرى بمديرية باجل الحصول على المياه النقية. ولا شيء على ما يبدو أكثر من تقاسم المعاناة حيث تلخصها هذه المشاهد. أنا شباب يبوك كل واحد يشتغل لها 4 أنفار، يبوك يشتغل أمام طول مظهر إصابي معها زوجتي ومعها يعني ملوخ يمنى المطعم الزكية، كيف الأقوال؟ أنت تحيد الحاجة والأمور كلها. يقضي السكان وقتا طويلا بانتظار ناقلات المياه هذه، والتي يقدمها مساهمون من المجتمع، فيما لا جهود تذكر لأي جهة مسؤولة في ظل سلطة الانقلاب لتخفيف معاناتهم العابرة لكل حدود الاحتمال. هكذا تغدو أحلام المواطن التهامي بسيطة، وهي الحصول على الحقوق الأصيلة من الخدمات العامة التي يفترض أن تتساوى فرص الحصول عليها لكل اليمنيين.